في خمس مهاجمين مرشحين بعد رحيل مودست. مودست مشي ولجنة التخطيط مش عايزة كوناتي، وكولر عايز كوناتي، لكن اللجنة محددة له خمس لعيبة منهم اتنين في الدوري المحلي، يعني ممكن بيقولوا نجيب لك المهاجم محلي مع مهاجم اجنبي مع اسامة ابو علي مع كهربا لو كمل او مشي خلاص، يبقى عندنا ثلاثة كفاية قوي. قال لك اسامة فيصل لاعب البنك الاهلي والمنتخب الاولمبي، واحمد امين اوفا اللي هو مهاجم نادي انبي، وحاطين بعض المهاجمين الاجانب زي سيلفر جانفولا او جانفولا، ده مهاجم كونغولي بتاع يانج بويز السويسري، واثنين اخرين من المهاجمين الافارقه المحترفين في اوروبا. وبدا يبقى في مقترح في النادي الاهلي ان الانظار تروح لرومانيا وتروح لامريكا الجنوبيه وتروح لعدد من الدول والتشيك، يعني الدول دي فيها لعيبه وباسعار ارخص دلوقتي من اللعيبه الافارقه. وكولر هيحسم خلال الفتره الجايه الكلام ده. الزمالك قاعد يمض لعيبه تحسبا وانتظارا لرفع ازمه القيد او فتح القيد. قلت لكم قبل كده الزمالك ما خلص مع احمد ياسر ريان، بمضيه ام مضيه، بس هو منتظر يخلص مع ناديه اللي هو سيراميكا كيلوباترا. كمان الزمالك مخلص في الساعات الاخيره مع احمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا كيلوباترا برضه، ومضيه اربع سنين. وبدا يحصل كلام بين الادارتين، وبدا يخش الزمالك في فكره هديكوا سيف جعفر صفقه تبادليه وادفع جزء، بس سيف يروح على سبيل الاعاره، وادفع جزء واخد احمد بيكهام او واخد احمد ياسر ريان. الكلام بدا ماشي في السكه دي، وبدا سيراميكا يفكر لانه سيراميكا عنده قندوسي هيمشي بنهايه الموسم ده، وهيحتاج سيف جعفر اللي بيلعب تقريبا في نفس مكان قندوسي في نص الملعب. فبالتالي في صفقات تبادليه هتتم، وفي يعني اتفاقات هتتم بين الزمالك وبين سيراميكا، لكن الزمالك عينيه على الاثنين دول، احمد ياسر ريان واحمد رمضان بيكهام خلال الموسم القادم. اتحاد الكوره رمى طوبه بريرا بتاعهم ده البرتغالي اللي قرر انه يقعد ياكل ويشرب ويقبض لغايه نهايه 8 من غير ما يعمل حاجه، جنبوه يعني. قال لك لو المقاولين العرب او الداخليه او البلديه الثلاثه اللي تحت في الجدول عايزين حتى حكام اجانب لاي ماتش اليوم احنا موافقين. مش هتدفع ال 70,000 دولار؟ يلا يا باشا احنا موافقين. اي حد هيبقى عنده احقيه انه يجيب حكام اجانب، خلاص فكره بقى التمسك بالحكام المصريين دي انتهت. لان اللي متغطي بيهم ايه؟ بيتأذي. بيتأذي الحكام عاملين مشاكل كتيره جدا. امبارح ماتش المقاولين وانبي كان فيه يعني هيجان جدا ضد التحكيم، والحقيقه المقاولين موقفه صعب جدا، كسبان 2-1 وممكن النقطتين دول يفرقوا معاه جدا جدا جدا، واخر ثانيه مش اخر دقيقه اخر ثانيه الحكم بيحسب ركله جزاء لانبي، وبيجيبها انبي علي فوزي عشان يكسب يتعادلوا 2-2. هي ركله جزاء يعني، ما تيجي تبص انك التعاطف مع المقاولين بسبب ظروفه القاسيه، انما كان في تهور من مدافع المقاولين الحقيقه، والمشكله انها جت في اخر ثانيه، وكان المهاجم بتاع انبي شاط الكرة فعلا لكنه تم الاعتداء على رجليه او اتخبط بعد تسديد الكرة، لكن في الاخر هي مخالفه تستحق العقوبه وبالتالي ركله جزاء صحيحه. المقاولين عمل بيان احتجاجا على التحكيم، لكن هي ركله جزاء. بمناسبة اتحاد الكورة قعدات بقالها يومين مع ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي، هو عنده مشكلة الاندية اللي بتنافس مش هتسيب لعيب، لا الاهلي ولا بيراميدز، لا الاهلي هيسيب امام عاشور ولا الاهلي هيسيب عبد المنعم ولا الاهلي هيسيب حتى مصطفى شوبير ولا الاهلي هيسيب حتى اي حد. لو قلت له عايز بيرسيتاو وجنوب افريقي ما ينفعش يلعب مع المنتخب الاولمبي بتاعنا هيقول لك برضه لا، ولا بيراميدز هيسيب مصطفى فتحي ولا هيسيب اي لعيب يعني. فبدا الراجل يبص للزمالك على اعتبار ان الزمالك السنه دي مش منافس على اللقب، وفعلا الزمالك وافق ان زيزو ينضم للمنتخب الاولمبي. فبقى زيزو خلاص شبه معلن انه اول الثلاثه اللي فوق السن المنضمين للمنتخب الاولمبي. لكن الغريب
انه مكاري قال لاتحاد الكوره النهارده هقول لكم الاثنين التانيين مين اللي انا عايزهم من الانديه الاخرى غير الاهلي وبيراميدز. فمين يا ترى في الدوري غير لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز ممكن يبقى مفيد للمنتخب الاولمبي ويلعب على اي لعيب في المنتخب الاولمبي؟ انا مش عارف يعني، عمال ابص كده على الانديه، عمال ابص يعني ما اعرفش مين من اللعيبه دي او من الانديه دي في لعيب ينفع يبقى مفيد للمنتخب الاولمبي بشكل كبير ومن الثلاثي اللي هيلعب اساسي المفروض. انا مش عارف. فزيزو هيلعب رسميا مع المنتخب الاولمبي في الدوره الاولمبيه القادمه اللي هتتلعب في باريس ان شاء الله، وفي معسكر للمنتخب الاولمبي احنا عارفين هيبدا يوم 5/7 يعني بعد يومين، و هنلعب في اعتقد العراق وهنلعب في برضو اوكرانيا، وافكركم بمجموعتنا المنتخب بتاعنا هقول لكم حالا. معانا الدومينيكان ومعانا اسبانيا في مجموعتنا. طيب خلوني اقول لكم النهارده في ماتش مهم للزمالك مع فاركو، والزمالك عنده احتياج للفوز لانه بعد انسحابه من قدام الاهلي وخساره الثلاث نقاط، وفي ثلاث نقاط تانية هيخسرها في نهايه الجدول، محتاج يجمع نقاط ما فيهاش هزار يعني. وكان في تصريح غريب لمحمد طارق عضو مجلس الاداره امبارح، قال لك هو الاهلي كان يعني مش عايز يلعب ماتش الزمالك، وكان اكثر احتياجا انه ما يلعبش ماتش الزمالك. ما ده حقيقي يعني، هتديني الثلاث نقط وما العبش الماتش ده، انا مش اكثر احتياجا يا باشا. ده الاهلي يقول لك كمان لو حابب، يعني لو حابب ما تلعبش السوبر الافريقي وتدهوني اهلا وسهلا يعني، وده مش عيب يعني. يعني الاهلي اكثر احتياجا وتدهم له يعني، الاهلي اكثر احتياجا للثلاث نقاط بتوع ماتش الزمالك وتقوم انت تدهم له كده بلطف يعني، والاهلي اكثر احتياجا للاستشفاء والراحه فتديها له. وانا متوقع كمان ان الزمالك يكون له دور كبير مع الاهلي في الدوري السنه دي، ان هو ساب الماتش بتاع الاهلي والزمالك سابهوله، وهيعمل الزمالك نتيجه ايجابيه خد بالك قدام بيراميدز يعني، هو بينهم ماتش متبقي السنه دي. فانا بقول لك اهو الزمالك كمان ماتشاته مع بيراميدز بيبقى حظه عالي على بيراميدز يعني، فالمتوقع على الاقل تعادل مثلا يعني. فالزمالك طبعا هيلعب بعداله يعني، الفير بلاي يعني، لكن كل شويه يثبت ان قرار الانسحاب كان قرارا خاطئا. النهارده مباراه الاهلي الزمالك عفوا وفاركو الساعه 7 مساء، وهيحكمها الحكم مصطفى الشهدي. وعايز اقول لكم القايمه بتاعه الزمالك دلوقتي، خد بالك الزمالك عنده ماتش النهارده والاهلي عنده ماتش بكره مع الداخليه. قايمه الزمالك عواد وصبحي وعمر عبد العزيز، خط الدفاع مسلوسي وحسام عبد المجيد واحمد مجدي وعمر جابر، خط النص نبيل عماد دونجا ومحمد شحاته وزياد كمال ومحمد السيد وعمار ياسر وموتيابا ونيمار وابراهيم نضاي وناصر ماهر وعبد الله السعيد ومحمد عاطف، في الهجوم يوسف اوباما مصطفى شلبي واحمد سيد زيزو. دي القايمه بتاعت نادي الزمالك. في مشكله في خط الدفاع، مفيش غير حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد بس مساكين، ده لما حسام عبد المجيد حتى يروح منتخب اولمبي مش هيبقى في غير حمزه المسلوسي، ممكن والزناري يكون موجود وقتها، ففي ازمه في خط دفاع الزمالك. لكن غايب بعض اللعيبه، سيف جعفر اصابه، مصطفى الزناري في تاهيل بعد الاصابه، سامسون ما جاش طبعا من بره، ناصر منسي اصابه، اشرف رؤى وجهه نظر فنيه، شيكابالا اصابه وعلامه استفهام على شيكابالا كبيره، اصابه طويله قوي، احمد فتوح كمان علامه استفهام طويله جدا، وسيف الجزيري في المرحله الاخيره من الاصابه في العضله، شد في العضله الخلفيه. الاهلي عنده ماتش بكره مع الداخليه. عايز اقول لكم ان كهربا حتى الان لا يشارك في التدريبات الرئيسيه بتاعه النادي الاهلي.
وبس كولر يعني فتح وارب الباب وقال انه بعد ماتش الداخليه هيحدد مصير كهربا. هو طبعا اعتذر للراجل المساعد اللي كان حصل بينهم شد الماتش بتاع فاركو لما مرضيش يتمرن كهربا.